نفذ إداريو المندوبيتين الجهويتين للتربية بصفاقس اعتصاما مفتوحا انطلق منذ أكثر من 60 يوما للمطالبة بتفعيل محضر الاتفاق الذي أبرم مع وزارة التربية منذ سنة 2018، والذي يحتوي على جملة من النقاط أهمها: فيه الترقية بالتكوين، فيه المنحة الخصوصية، فيه إدماج السلك المشترك، فيه زيادة تنقيح القانون الأساسي. أقوى نقطة هذيك عنا احنا تنقيح القانون الأساسي متاعنا اللي ما تنقحش، فهمت؟ فيه الترقية الاستثنائية. عدنا منحة شهرية 90 دينار، ما خديناهاش السلاك كل خديتها كان موظفي التربية ما خدوهاش. عدنا ترقية استثنائية ما خديناهاش، مفعولها 2019 2018 ما خديناهاش. هذا وهدد المعتصمون بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لجملة المطالب المادية والمعنوية التي تم رفعها سابقا الى سلطة الاشراف. احنا صامدين ومقاطعين وما زلنا مواصلين في المقاطعة متاعنا حد ما تحقق مطالب قطاع موظفي التربية، وعاش قطاع موظفي التربية. وتزامنا مع عودة الدروس منذ يومين بعد توقفها لمدة 10 أيام تطبيقا للإجراءات التي أقرتها اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، تزامنا مع هذا الحدث قال وزير التربية أن مطالب الإداريين تم إحالة النظر فيها إلى لجنة 5+5 التي ستعقد قريبا اجتماعها الثاني.